رحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، لا جديد يذكر، لا قديم يعاد. الاهلي وفتيات الذهب في النادي الاهلي، ابطال الدوري للمحترفين في الكره الطائره السيدات للمره 35 في تاريخ النادي الاهلي. خدوا صفقات، خدوا لاعبات، خدوا كل حاجه نادي الزمالك، لكن في النهايه فتيات الذهب الحقيقي، منصات التتويج لا تتواجد أو لا يتواجد عليها إلا النادي الأهلي. الأهلي يسحق نادي الزمالك. الأهلي خد الزمالك غسيل ومكوى في مباراته الأولى 3-0، في مباراته الفاصلة والحاسمة 3 أشواط نظيفة للنادي الأهلي. فتيات الأهلي تلاعبن وبقوة بنادي الزمالك وفتيات نادي الزمالك أمام مسمع ومرأة من السيدة هناء حمزة، اللي يعني بصوا يا جماعة، فوز النادي الأهلي حاجة حمادة، وإن هناء حمزة تتفرج كده والحسرة تعتصرها وتعتصر قلبها، دي حاجة تانية بالنسبة لي. يعني أنا المتعة بالنسبة لي بعيدا عن فوز الأهلي على الزمالك، قعدت هناء حمزة كده وهي قاعدة شايلة عبد القادر، فيعني دي كفاية عندي، دي عندي بالدنيا، دي عندي بالدنيا. النهاردة كل التحية والتقدير لنجمات النادي الأهلي، فتيات الذهب الحقيقي. خدعوك فقالوا إن الزمالك خطف فتيات الذهب من الأهلي. لا يا فندم، فتيات الذهب هم اللي بيقدروا يجيبوا الذهب. فتيات الذهب دائما في مصنع الذهب الحقيقي، وهو النادي الأهلي. عايز أقول وأوجه التحية لندى وليد. ندى وليد يا هناء يا حمزة، يا اللي مشيت من النادي الاهلي عشان خاطر ندى وليد، ازاي بتلعب اساسيه على بنتك المبجله مريم مصطفى؟ اعتقد النهارده الكل شاف ندى وليد بتعمل ايه في الملعب، الكل شاف تاتيانا بوكان، واضربي في الدماغ التعبانه يا تاتيانا، بالراحه مع العيال التعبانه يا تاتيانا. تاتيانا النهارده نجمه من نجوم المباراه، الجوهره السمراء ايه خالد واحده من نجوم المباراه، الاثنين دعاء الدبل، دعاء الغباشي ودعاء محمد ايضا كانوا من نجوم المباراه، ساره امين كانوا من نجوم المباراه. مليون مبروك للنادي الاهلي. لكن يا جماعه عايز اقول بس، مدرب نادي الزمالك اللي شاف الماتش هيعرف اللقطه اللي انا بتكلم فيها. هو لحد امتى الناس دي مفيش روح رياضيه؟ يعني البنت دعاء محمد او دعاء الغباشي دخلت في القايم الحديد، اتخبطت دراعها وظهرها اتخبط في القايم الحديد. من المفترض انسانيا واخلاقيا وسلوكيا ورياضيا وبتنجانيا ومهلبيا وبليليا، المفترض الكره تطلع خلاص، وقف الملعب عشان تطمن على البنت. ممكن لا قدر الله يجي لها كسر في العمود الفقري، ممكن لا قدر الله كسر في دراعها، كسر في دماغها، كسر في اي حاجه، لان البنت اترزعت في القايم الحديد بتاع الحكم. ومع هذا اتفاجئت جدا ان لما حكمت المباراه وقفت اللعب، وما كانتش كره نقطه للزمالك، ده كانت كره عاديه. يعني المدرب بتاع الزمالك قعد يصور ويجور وحاله من الهرج والمرج، على ايه يا عم؟ في ايه ده؟ نقطه عاديه ملهاش لازمه. يعني نطمن على البنت، نشوفها فيها اصابه، فيها مشكله، فيها كسر، فيها اي حاجه، ولا حضرتك عشان خاطر النقطه؟ يا جماعه انتوا لحد امتى تلعبوا بالمنظر ده؟ يعني في كره القدم انديه بتطلع كوره عشان تطمن على اللاعب، يلعبوا الكوره بدل ما يرجعوها للفريق الثاني، لا يلعبوا ويعملوا هجمه وممكن يجيبوا جول. نفس الحكايه لما اي فرقه مثلا بيبقى في لعيب واقع في الملعب، بيرفضوا ان هم يطلعوا الكوره عشان خاطر اللعيب اللي واقع في الملعب ده يتعالج. البنت النهارده وقعت من طولها بسبب الخبطه والصدمه في القائم الحديدي. ومع هذا مدرب نادي الزمالك كان منفعل جدا وغضبان جدا وثائر جدا على هذه اللقطه، وازاي انت تلغي النقطه دي او توقف الملعب عشان تطمني على البنت. عايز اقول معلق المباراة، يعني المعلق المباراة بتاع اون، طبعا انا بجيب ليه قناة اون، المباراة كانت جاية على قناة الاهلي، بس انا عايز اشوف حالة الحرقان والهيجان والاكلام بتاعة المعلق. يعني المعلق سايب المسخرة اللي بيعملها لاعبات النادي الاهلي في الملعب. يعني قلة ادب يا جماعة اللي حصل في نادي الزمالك النهاردة. لاعبات الاهلي النهاردة خدت الزمالك غسيل ومكوى، سايب ده كله وسايب الفنيات اللي بتحصل وسايب المدرب المحترم ابراهيم نور فخر الدين بره، واخد بالك، وساب التكتيك اللي بيحصل في الملعب وراح يتكلم على اصل مش عارف مين العسقلاني، فريده العسقلاني، غيابها عن نادي الزمالك كان مؤثر النهارده، والنبي وحياه ماما فريده العسقلاني غيابها مؤثر النهارده. يعني انت سبت ده كله وفريده، ما هم ده واخدين 5 لعيبه من عند النادي الاهلي، الزمالك واخد 5 لعيبات من عند النادي الاهلي، الزمالك الدنيا بايظه عند نادي الزمالك يا جماعه، خلينا نتكلم بقى واضحين. اللاعبات دول ليهم فلوس عند نادي الزمالك وعاملين شكاوى وعاملين مشاكل بسبب المستحقات الماليه. اتضحك عليهم واتقال لهم هتاخدوا بلايين وتاخدوا اكتر من النادي الاهلي 5-6 اضعاف، في النهايه ما خدوش حاجه.
فتيجي تقول لي اصل فريده العسقلاني غيابها مؤثر، لا ده غيابها مؤثر عند الماما مش عند حد تاني. الاخت هناء حمزه قاعده في المدرجات طبعا مش هتنزل في تسليم الجوائز، لان هناء حمزه تشوف الموت ولا تشوف النادي الاهلي بيكسب، تشوف اي حاجه وحشه ولا تشوف الاهلي بيكسب، فقاعده يا عيني يعتصرها الالم. يعني في ماتش الرجال في بطوله الرجال لما الاهلي توج بالبطوله رفضت تنزل تسلم النادي الاهلي الميداليات او الدرع، برضه في البنات قاعده تكز على ايديها وجنبها نيره الاحمر برضه قاعده متحسره قوي ومصدومه قوي. هو ده مستواك ونيره؟ هو ده مستوى الزمالك الحقيقي والطبيعي انك تيجي بعد الاهلي في كل حاجه؟ صباح الخير صباح النصر، الاهلي ملوك الطايره في مصر، ثلاث اشواط نظيفه على عينك على عينك يا تاجر، اديهم يا تاتيانا في الدماغ التعبانه اديهم. النهارده لاعبات الاهلي كلهم بيدوا، بالرغم انك خدت خمسه من اللاعبات الاساسيات عند النادي الاهلي، الاهلي ما وقعش، كسب الدوري السنه اللي فاتت وكسب الدوري السنه دي، وكالعاده الزمالك زبون دائم للنادي الاهلي في العاب الصالات، الاهلي يسيطر على الاجواء بطائره الرجال وطائره السيدات، ويدك نادي الزمالك دكا 6-0 الرجال و9-3 او 6-3 بالنسبه للسيدات. عمرو اديب انا بحب اشوف عمرو اديب والحسره في عيون عمرو اديب بجد والله، انا بحب اشوف عمرو اديب بعد فوز الاهلي على الزمالك في اي حاجه في اي حاجه، انا بستمتع بحسره والم وتوجع عمرو اديب بعد فوز النادي الاهلي بالبطولات، سلا كان طيرا كان يدا كان رجال سيدات، عمرو اديب الحسره واحده الوجع واحد. قال لك يعني هو امتى هفرح بنادي الزمالك؟ امتى هشوف نادي الزمالك بيكسب؟ امتى هشوف نادي الزمالك ان شاء الله لو بتلعبوا اي لعبه العبوا اي لعبه واكسبوا فيها؟ لكن حرام يا جماعه، شعر وقع من كتر تشجيع نادي الزمالك والخسائر المتتاليه، قدم بنخسر، يد بنخسر، طايره بنخسر، رجال بنخسر، سيدات بنخسر، قولوا لنا على لعبه نشجع فيها نادي الزمالك نعرف نكسب فيها. حسره ووجع لعمرو اديب بعد فوز النادي الاهلي في اليوم الثاني على التوالي بعد الفوز ببطوله الطايره رجال، النهارده بيفوز النادي الاهلي ببطوله. عاوز اقول حاجه مهمه جدا بقى بعد ما اتكلمنا عن مباراه الاهلي والزمالك وفوز النادي الاهلي بلقب الدوري للكره الطائره سيدات. ممدوح عباس يا جماعه هو الرجل رقم واحد في نادي الزمالك، حدث ولا حرج، يعني سبب رئيسي في رفض الزمالك والبطولة الوهمية اللي حصلت بعد الموافقة رجعوا رفضوا تاني هو ممدوح عباس، والمكافآت والأموال والفلوس اللي بيصرفها ممدوح عباس على نادي الزمالك وعلى صفقات نادي الزمالك، وبناء عليه هو الحاكم الآمر الناعي داخل نادي الزمالك. يعني سبب الفتنة أو سبب المشكلة، بلاش فتنة، والأزمة بين الزمالك والسيد تركي آل الشيخ هي فلوس ممدوح عباس، هو اللي بيصرف، هو اللي بيدفع، هو اللي بيقول مين يروح ومين يجي، وبناء عليه قراره كان عدم اللعب بالرغم من موافقة نادي الزمالك وإبلاغ رابطة الأندية بالموافقة، إلا إن نادي الزمالك جاب ورا لما ممدوح عباس قال لهم لأ ما احناش هنلعب بره مصر ومش هنلعب في المملكة العربية السعودية. عايز أقول إن في مشكلة بتواجه مباراة النادي الأهلي والزمالك في القمة، مشكلة كبيرة جدا قد تؤدي إلى تأجيل مباراة الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل الجاري. إيه المشكلة يا جماعة؟ المشكلة إن نادي الأهلي عنده مباراة في أفريقيا يوم 19 أو 20، مباراة الفائز من أسك مباراة مازيمبي، هتبقى في مازيمبي في الكونغو. الكونغو هتحدد او مازيمبا هيحدد لو هيلعب يوم 19 هيكون بنسبه كبيره تاجيل مباراه القمه، لان النادي الاهلي مباراه القمه هتخلص 15 بالليل، يبقى يوم 16 هتلعب امتى، هتسافر امتى، وبناء عليه مش هتلحق تروح تلعب في الكونغو، هيبقى في مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. ففي كلام دلوقتي ان قد يتم تاجيل مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، وممكن جدا تتاجل المباراه او النادي الاهلي يلعب مباراه تانية غير مباراه الزمالك والزمالك يلعب مباراه تانية عشان النادي الاهلي ما يكونش فيه اجهاد او ارهاق بدني كبير على النادي الاهلي، لان الفريق الوحيد اللي بيمثل مصر حاليا هو النادي الاهلي المصري اللي بيمثل مصر في بطولة دوري ابطال افريقيا. معرفش ليه يعني يا جماعة اصحاب العقول في نعيم، الاخ احمد الطيب
يعني هو بيناقض نفسه. انا قلت لكم قبل كده اكتر مشكله بالنسبه لي مع اخواتنا الزملكاويه هو التناقض الرهيب، كميه تناقض يا جماعه في الطرح رهيبه جدا رهيبه جدا، يعني يقول الحاجه وعكسها في نفس الجمله عادي جدا بالنسبه له، وما بيحسش بالتناقض ده. يعني احمد الطيب اللي جمهور الزمالك عامله فرخه بكشك بالنسبه له، وجمهور الزمالك شايفه واحد من الاساطير في تاريخ نادي الزمالك، قال لك الشناوي ومعلول مش اساطير، واخر اسطوره في الاهلي كان عبد الله السعيد. خلي بالك هو بيختار الاسماء بناء على ايه يا استاذ احمد؟ يعني نضيف لمعلومات سعادتك ان النادي الاهلي الشناوي ومعلول واخدين 3 دوري ابطال افريقيا، لا بس عبد الله السعيد اسطوره. طبعا انتوا عارفين اسطوره ليه؟ عشان خاطر راح الزمالك. طب مين في الزمالك اسطوره يا استاذ احمد؟ قال لك زيزو اسطوره. طب ليه زيزو يا استاذ احمد؟ قال لك لان في اخر 3 سنين واخد 2 دوري. قلت لكم قبل كده وهفضل اقولها ان عقليات جماهير الزمالك واحده، التفكير واحد، يختلف الاسلوب. في واحد يشغل المنافله وتطلع شتايم وقله ادب وتجاوزات، وواحد تاني يعطيك من حلو الكلام او من حلو اللسان كلام. يعني احمد الطيب بيتكلم كلام منمق، لكن هو نفس العقليه، نفس عقليه خالد الغندور مثلا. خالد الغندور اللي يقول لك بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله سهله جدا ملهاش اي 30 لازمه، لكن بطوله الدوري اقوى من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بتاهل لكاس العالم للانديه. وبناء عليه زيزو اسطوره لانه كسب 2 دوري، لكن معلول والشناوي اللي كسبوا دوري ابطال افريقيا 3 مرات، لا دول ليسوا اساطير يا جماعه، لان ببساطه جدا الاثنين دول كسبوا افريقيا ما كسبوش 2 دوري زي احمد مصطفى زيزو. اللي بالمناسبه لو بصيت على زيزو هتلاقيه لاعب غير مؤثر على الاطلاق، لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا ولا اي حاجه، ولكن احنا بنحب الزيطه، احنا اساتذة الزيطة في مصر، فمش مشكلة بالنسبة لي الاخ احمد الطيب. عايز اقول ايمن يونس برضو لا يختلف عن جماهير الزمالك، ايمن يونس او السوشيال ميديا او الاعلام الزملكاوي، شايف ان عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة تفوق على مارسيل كولر 4 مرات. قال لك مارسيل كولر، عبد الحق بن شيخة تفوق على كولر للمرة الرابعة على التوالي، بالرغم لما رجعنا لشريط الذكريات ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات افتح كده نبص على حاجة، لقينا ان كولر ما لعبش قصاد عبد الحق بن شيخة غير 3 مرات. انا ما اعرفش الاستاذ ايمن يونس فيلسوف الكرة في مصر، وانا ما اعرفش هو فيلسوف على اي اساس، شايف ان عبد الحق بن شيخة 4 مرات تفوق على كولر، جاب المرة الرابعة دي منين؟ ما تعرفش، هي جدعانة مني يعني، جدعانة من ايمن يونس، على الرغم ان عبد الحق بن شيخة فاز في مباراة وكولر فاز في مباراتين، ولكن العقلية البيضاء ام خطين حمر شايفة ان المدرب اللي فاز ماتشين اقل من المدرب اللي فاز ماتش واحد في 3 مباريات، لك الله يا زمالك. وزي ما قلت لكم قبل كده أصحاب العقول في نعيم، أصحاب العقول في نعيم. عايز أقول إدارة الزمالك عجباني وعجبني دماغها جدا، دماغها برلانت، دماغ إدارة الزمالك برلانت يا جماعة. جابوا 10 صفقات منهم 7 صفقات على الأقل أثبتوا فشلهم. نادي الزمالك جاب 10 صفقات منهم 7 صفقات على الأقل أثبتوا فشلهم الذريع، ويجي واحد بعد كده يقول لك إحنا هنجيب لعيب سوري. يا ابني هتجيب لعيب سوري بناء على إيه؟ يعني أنت الـ10 اللي جبتهم قعدت تهلل على كل واحد، حسستوني إن أنتوا جايبين ماسي. يعني لما تقعد تسمع جمهور الزمالك وإعلام الزمالك وقناة الزمالك لما كانوا بيعملوا تقديم للصفقات، كنت تحس ان الزمالك جايب برشلونه بيب جوارديولا، ميسي على تشافي على مش عارف مين على مين على مين على سواريز على نيمار، تحس ان هم جابوا فرقه برشلونه في الزمن الجميل. وفي النهايه كل الصفقات او اغلب الصفقات اثبتت فشلها بالنسبه لنادي الزمالك. والدليل النهارده الزمالك بيلعب بمين في افريقيا، الزمالك بيلعب بمين في بطولة الدوري؟ مش هتلاقي حد.
مش هتلاقي حد. ويطلع واحد بعد كده يقول لك لك الله يا زمالك، يا ابني ما هو انتوا اللي بتختاروا صفقات غلط. انتوا يا حبيبي اللي بتختاروا صفقات زي النيلة، مستواها تحت الارض، مستوى صفقاتك تحت الارض. فياريت لما تختار صفقات تختار صفقات صح، لكن تيجي تعيط بعد كده وتقول لك الله يا زمالك، لك الله انت عملت ايه عشان يبقى لك الله؟ هو انتوا تغلطوا وتيجوا تقولوا مؤامرة؟ هو انتوا تفشلوا وتيجي تقولوا الكون كله ضدنا؟ انت اللي مختار اللعيبه، وانت اللي تعاقدت مع اللعيبه، وانت اللي تفاوضت مع اللعيبه. فانا ما اعرفش هل النهارده التعاقد مع لاعب سوري، انت اتحاد الكره قال لك اما لاعب فلسطيني او سوري، ما اعرفش مدى احقيه نادي الزمالك انه يضم اتنين لعيبه من جنسيات مختلفه بيتم معاملتهم معامله اللاعب المصري. اللي افهمه ممكن تضم واحد واثنين وثلاثة وعشرة فلسطيني، او واحد واثنين وثلاثة وعشرة سوري، لكن تعمل ميكس ما بين الجنسيات ما اعرفش هل ينفع ولا لا. هنشوف اتحاد الكرة هيطبخها ازاي مع نادي الزمالك عشان نادي الزمالك ياخد او يضم اللعيبة السوريين او اللعيبة الفلسطينيين. نادي يانج أفريكانز تقدموا بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستبعاد نادي ماميلودي سانداونز. سانداونز اللي كسب بالكوسة، اللي كسب بعد إلغاء هدف سليم مليار في المية لصالح نادي سيمبا نادي يانج أفريكانز، وتم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفي آر وتقنية العار في بطولات افريقيا. كان زمان دلوقتي يانج هو اللي صاعد ونادي سان داونز هو اللي ودع، ولكن زي ما بقول لك يبدو ان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم جاي على عينه انه عايز سان داونز يلعب كاس عالم انديه في الولايات المتحده الامريكيه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل اراكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.